بسم الله عليك، قدامك العافيه. اجيك. طب تعال عشان يوضح وجهك للجمهور. الله بمقطع. الله يستر امرك. ابشرك مني بزيد مقطع. تعال يقول ابي مقطع. هلا بك. طيب الوجع بضرسك وقدامك العافيه، يلا تمشي ليه؟ خادر. ما له دخل. خادر خادر. بسم الله عليك، قدامك العافيه. يا مرحبا. اعطونا مقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا متسابقي قناة بداية، نجوم قناة بداية، حياكم الله وحيا الله هذه القناة الرائدة، قناة الأسرة والمجتمع. وأخص بالذكر أخوي وشقيقي مقرن الشواطي، حياك الله يا أبو منير. الله يقويك، قلوبنا معك وأنت مبدع ومشرفنا دائما، واختاروا نقوة معك من الزملاء الآن اللي معك في القناة كلهم نقوة ما شاء الله. يعني استمروا في عطائكم، وأحب أبلغكم إن في أحد مقاطعكم على اليوتيوب وصل 1,000,000 مشاهدة، فكلمتكم تحسب لكم أو عليكم. لا تنسون أذكاركم، وفي أمان الله، أخوكم ذيب الشواطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بكل خير، وأهلا وسهلا بالجميع. أشكر قناة بداية على المجهود الجبار اللي قاعد تقدمه، يستفيد منه المشاهد والمجتمع ككل. رسالتي موجهة إلى جميع المتسابقين، أقول بيض الله وجهكم على روح التنافس اللي بينكم، ولكن أبو منيرة راح تشوفون شيء منه ما شفتوه في خلال الأيام اللي راحت. الرجل لديه مواهب جبارة، وراح تشوفون إن شاء الله، وأنا متيقن بالكلام هذا بإذن الله. وأقول أبو منيرة فالك التوفيق إن شاء الله، وثق ثقة تامة إن قلوبنا معك وأصواتنا معك ودعمنا معك إلى آخر رمق. أخوكم نايف الشواطي. السلام عليكم. أياكم الله يا قناة بداية، أياك الله يا مقرن الشواطي، أياك الله يا فوايا جئين مجرية إسلامكم. أنا من دائئات الحمد لله، أنا بعد بن آل بن عديد الله مدر دائئات الجنات بداية. يستاهل والله، يستاهل والله، يستاهل 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 والله، يستاهل كل خير. مقرب طبعا. نبدا من اخر واحد. نعم، ببدا من المقطع الاجمل المطيري، الله يجعلني فداه، وباذن الله اني ازوره. الشخص هذا انا اتوقع انه قد راسلني عده مرات وتواصل انا وياه دائم، لكن ما اعرفه ولا يعرفني. الان صرت اشوفه وهو يتكلم، فبإذن الله. طبعا المقطع هذا والله شيء يشرفني، وهذا مما يحمسك ان الجماهير بجميع الفئات يتابعونك ويهتمون فيك. هذا شيء مهم. بإذن الله اني ازوره واسلم على خشمه واحب راسه بإذن وحده. بلغ سلام الشباب جميعا. يستاهل والله، يستاهل. المقطع الاول اخوك. المقطع الثاني، المقطع الاول هذا اخوي وتاج راسي ابو عبد الله ذيب. ونعم. طبعا اللي ولده عبد الله اللي ختم القران ما شاء الله، فالله يبيض وجهك يا ابو عبد الله، يجعلني عند حسن ظنكم لنت والاخواني، وقبلكم ابوي وامي. عسى الله يحفظك. والمقطع الثاني نايف بن سعد الشواطي التقني والمنشد، والله يوفق يا ابو سعد. وطبعا هو من افضل الشباب اللي ماسكين حساباتي ودعمي، وجعله يسلم ابو سعد تقني وانسان مبدع جدا. عسى الله يقويك. بيض الله وجهه والله يهنيك يا استاذ. كيف ضرس؟ والله هرق بالعلاج اللي وصل. لا بعد المقاطع زان. طب لا والله انه باقي، لكن عاد ابغى علاج. الله يجزاك.